بالنسبة لغلق المطاعم الكوفيات أكيد أنا أؤيد هذا القرار مع 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 السماح للمطاعم المجازة حصريا من قبل وزارة الداخلية من قبل الرقابة الصحية للعمل أثناء شهر رمضان. مو ليس قرار، ما المفروض ما يطلع قرار من لا من وزير داخلية ولا من أي واحد، هو من ذات المسلم في احتراما لشهر الفضيل شهر محرم أن يتجنب الفطر، حتى إذا كان مفطر يتجنب الإفطار العلني قدام احتراما للشهر. من شهر واحد في هذه السنة كلها، فأكيد لازم نحترم هذا القرار، أكيد المحلات الكحولية والمطاعم غير المرخصة أكيد لازم تنغلق، وهذا احترام للشهر الفضيل. قرار سليم يعني من وزارة الداخلية، ويفترض أنه هذا القرار يكون مو بس في شهر رمضان، بكل الأشهر اللي باعتبارها احنا مجتمع إسلامي، حتى لو مو دولة إسلامية. حياكم الله. في رمضان يفتح باب الصيام وتغلق أبواب المطاعم والكافيهات وأي مظاهر أخرى للإفطار إلى موعد غروب الشمس، ومن يتعمد المخالفة يلتقي ويلقى بالعقوبات القانونية المناسبة وتقع على رأسه. أما الخطط الأمنية فتمتد ل24 ساعة لتحرس المواطن أينما كان، وما بين هذا وذاك شاشة تلفزيونية امتلأت بالعروض الرمضانية، منها ما يقوم الفكر ويصلح الثقافة ويزيد الوعي، ومنهم من يحاول ضرب هذه المفاهيم بتمرير الأجندات والأفكار المسمومة، فلمن الغلبة في هذه المعادلة غير المتكافئة؟ منع الإفطار العلني أو الإجهار به وغلق محال المشروبات الكحولية والمطاعم والكافيهات والمحال التي تقدم المأكولات أو المشروبات لحين موعد الإفطار هي أبرز التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية خلال شهر رمضان المبارك. تعليمات تضمنت محاسبة المخالفين للمسؤولية القانونية وتولي الجهات المختصة بالوزارة تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة على أن تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها. أما الخطة الأمنية لعمليات بغداد فشملت تأمين الجوامع والحسينيات والأسواق والمرافق العامة كالمطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية على أن تستمر ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة. الخطة تضمنت توجيه شرطة النجدة والشرطة المحلية لتسيير دوريات آلية وراجلة ضمن مناطق بغداد، إضافة إلى مديرية المرور العامة بتسهيل حركة سير المواطنين. تعليمات وتوجيهات وخطط أمنية يراد بها الحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل وإبعاد الصائمين وغيرهم عن المحظورات والمحذورات والمخاطر التي تحدق بهم. فهل ستتكلل الجهود بالنجاح أم أن المخالفات سترافق مسيرة 30 يوما؟ ملفنا الأول عن التعليمات والتوجيهات والخطط الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، راح نتحدث فيها مع الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني. حياك الله. حياك الله أستاذ فرح، ويا الله جمهوركم الكريم، وحيا الله كادر قناة الأيام المحترم. رمضان كريم إن شاء الله عليك، وكل عام وأنت بألف خير. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. حياك. نبدأ من تعليمات وإجراءات وزارة الداخلية في هذا الشهر الفضيل، خطط أمنية أو عدة، شلون حضرتك تقيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أحيي وزارة الداخلية وعلى رئيسها الأخ الكريم العزيز مع وزير الداخلية فريق الركن عبد الأمير الشمري، لكنه أقول أن هذه الأوامر التي صدرت من الوزارة هي ربما تضارب في الصلاحيات، يعني أعتقد الآن وزارة الداخلية صدرت أمر وأصدرت تعليمات على بغداد فقط، بقية المحافظات غير ساري عليها. نعم. لأنه لبعد المسافة أولا، وربما لقلة المراقبة على هذه المحافظات، لذلك أقول هي واجبات المحافظة. الآن السلطة المحلية هي تتمثل بالمحافظ، والمحافظ يفترض أن يكون لديه دور تنفيذي وأيضا يتحكم بقيادة الشرطة وكذلك قيادة العمليات، يفترض أن تكون بأمرة المحافظ. ليش هذا التضارب بالصلاحيات حضرتك؟ لا، هو معالي الوزير تحدث عن موضوع أخلاقي وتحدث عن موضوع الصلاحيات. نعم. المخولة إلى بموجب قانون وزارة الداخلية 20،
وهنالك مادتان قانونيه تخول بالصلاحيه، لكن اقول موضوع الكوفيات وموضوع المطاعم هو ايضا يرجع الى وزاره السياحه، لان على اعتبار السياحه مسؤوله عن منح الاجايز. ونتحدث عن اجازات رمضان، اجازات رمضان تمنح يعني كان سابقا من لجنه مشتركه من الامن السياحي ومن المحافظه وكذلك من وزاره الداخليه. لذلك اقول يفترض ان تكون هنالك بعض المعايير التي يفترض ان تخرج المواضيع بصوره حقيقيه وصوره جميله لا تؤثر على السائحين في العراق وفي محافظه بغداد، وكذلك البقيه الذين لا يؤدون الفرائض الدينيه وربما هم من غير الديانات الاسلاميه، يعني ربما من الصابئه وربما المسيحيه وربما من ديانات اخرى او قادمين من محافظات اخرى لغرض التبضع والتجاره. وبالتالي يعني هنالك جواز اخلاقي وجواز ديني يسمح لهم بعدم الصيام في مثل هكذا ظروف استثنائيه. بس حضرتك الاجراءات شنو اللي ممكن نبقي تشوفه من وجهه نظرك جيد هذا الاجراء؟ وشنو اللي ممكن نزيله لانه هذا لا يناسب طبيعه الشعب العراقي؟ يعني هنالك بعض المقولات تقال على بعض المتاسلمين، يقال انه عبدت رمضان، في رمضان يؤدون الفرائض الدينيه وبعد رمضان يذهبون باتجاهات اخرى. واحيانا بعض القرارات تصدر ايضا مثل ما امر رمضان يختلف عن بقيه الاشهر. يعني هنالك ضوابط وانضباط اخلاقي وديني في رمضان، وبقيه الاشهر هنالك انفلات. يعني يفترض ان تكون هنالك، وانا اصر على ان تكون هنالك لجنه مشتركه حقيقيه لتقديم دراسه مستفيضه عن الكوفيات والبارات والملاهي واماكن بيع وشراء الخمور، وهذه طبعا يعني اصبحت ظاهره غير صحيه. يعني انت تقصد مو فقط متابعتها ومراقبتها بالشهر الفضيل، تقصد على الدوام بشكل هذا؟ نعم، انا اقول انه لجنه عليا تشكل من السياحه ومن الامن السياحي ومن المحافظه وكذلك من وزاره الداخليه العراقيه تشرف على اعداد دراسه لمنع هؤلاء التراخيص وفق ضوابط معينه. يعني هنالك بعض الاماكن ربما في احياء سكنيه وهذا ما يجوز، يعني مع بعض البارات داخل الاماكن احياء سكنيه وهذا قانونا واخلاقيا لا يجوز. من انطاهم التصريح سياده العميد؟ من انطاهم التصريح والاجازه حتى يفتحون في منطقه سكنيه يفتحون هذه ست فرح عزيزتي؟ يعني احنا مرت علينا ايام ويفترض لا نتناساها ولا ننساها ولا نجامل عليها. بعض المتنفذين لهم صلاحيات مطلقه فوق سلطه القانون. يعني حتى عندهم صلاحيات ينقلون بعض القيادات الامنيه اذا تعارض مع مصلحتهم. وهنالك بعض الذين تجاوزوا على المال العام بشكل فظيع ومخجل. املاك دوله تجاوزوا عليها وبدات تقسم وتباع وتشترى. بساتين تجرف ويباع بها ويشترى، أراضي تابعة للدولة وعلى منشآت، يعني مثل بسيط في منطقة معينة معروفة طبعا في شرق القناة هنالك 200 دونم تابعة للاستكشافات النفطية. طيب، وهذه تعتبر من المحرمات السيادية لأن بها آبار نفط ومكتشفة هذه الآبار لكنه مؤجل الاستخراج منها، وزعت من قبل المتنفذين وهنالك بيع وشراء بهذه الاراضي. رقابه وينها؟ دور الحكومه ليش غائب؟ ليش معطل؟ يعني يبدو انه الان من يتحكم بالمصير العراقي هو الاخضر، المقصود الدولار يعني، وايضا فوق سلطه الدوله بعض الجهات ربما الذين لديهم فرق موت او ربما الذين لديهم جناح عسكري او ربما الذين لديهم مناصب سياديه أو ربما الأقرباء من المسؤولين الذين يؤثرون ربما على القرار العراقي. لذلك نقول أنه الآن هنالك يعني واضح جدا صحوة ضمير نوعا ما، وهنالك أيضا صحوة حتى بالمجال الأمني. يعني هنالك الآن دور كبير تمارسه الدولة، طبعا صعب جدا أنه نقل الشيء يكون فيكون، يعني هنالك تراكمات منذ 2003 وهنالك عوامل مساعدة خارجية أدت لهذا الانحلال اللي هو طبعا الاحتلال الامريكي الذي ساعد على كثير من الموبقات بالشارع العراقي. لذلك نقول ان الاوان، وهي الان احس انه يد الدوله بدات تضرب من حديد فعلا يعني وحقيقه، وهنا لا امدح احد. انا لست من المادحين، انا اتحدث الان يبدو ان هنالك نوعا ما نلاحظ هنالك صحوه بالقرارات الحكوميه، وهنالك قوه بالقرار الحكومي، وهنالك جهات امتنعت عن التجاوزات، وهنالك جهات داعمه للقرارات الحكوميه في منع التجاوزات. طيب، وهذا ما نتمناه. يعني احنا بدينا الان وضعنا
الرجل بالخطوة الأولى باتجاه الألف ميت. يعني أمامنا خطوات كثيرة جدا وأمامنا طريق طويل، لكن أتمنى أن نستمر بهذا الطريق. نتحدث عن المجاميع الإرهابية تستغل نقاط الضعف إن صح التعبير في القوات الأمنية العراقية وتباغت بالهجوم، خاصة نحن في الشهر الفضيل، ممكن القوات الأمنية تتجنب أخطاء الماضي؟ شوفي والله راح أتحدث ليش أولا يعني بألم وبسعادة في آن واحد وبفرح، إن شاء الله اسمك الفرح والفرح على يدك. أقول الأجهزة الأمنية الآن بأروع حالاتها وبأفضل حالاتها من ناحية القدرة القتالية، من ناحية الاستعداد القتالي، من ناحية القدرة على تلافي الأزمات، من ناحية القدرة على قراءة الخارطة الجغرافية العسكرية سواء كان بالقوات المسلحة أو بمنتسبين وزارة الداخلية العراقية. وطبعا هذا بفضل الدماء التي سقطت وروت أرض العراق، يعني هنالك خبرات متراكمة وهنالك قدرة على المقاتل أصبحت قوة، يعني قدرة مكتسبة. نعم. وبالتالي يعني نلاحظ أن هنالك إمكانية لاحتواء أي أزمة، لكن بعض الثغرات الأمنية هو مو داعش الإرهاب اللي يحدثها، داعش كورقة انتهت والله العظيم، وأنا مسؤول عن كلامي، أنا كرجل أمن وقع بالعشرة وأنا مسؤول وأقدم رقبتي خلاف هذا. يعني ما داعش انتهى تابع لداعش الإرهاب؟ لا ست فرح، الآن داعش ورقة احترقت تماما، لا وجود لمضافات ولا وجود لحواضن ولا وجود لمن يروج لهذا التنظيم المتطرف، وهذا التنظيم أصبح تنظيم سيء وقبيح ولا يمكن أن يقبل بالبيوتات العراقية. الآن هنالك مجرمون، بس اسمحي لي، هنالك مجرمون مطلوبون للعدالة وهم كانوا منتمين إلى داعش الإرهابي وقاموا بأعمال إجرامية ضد المصالح العراقية وضد الشعب العراقي، فأصبحوا أوراق غير مرغوب بها لا وسط الأهالي والمكون السني ولا وسط الأهالي والمكون الكردي ولا وسط الأهالي والمكون الشيعي، بل هم الآن أصبحوا أوراق بيد السياسيين المتطرفين. يعني الآن هنالك داعي سياسي يستثمر هؤلاء المجرمون لإحداث ثغرات أمنية لتحقيق بعض المصالح السياسية. كلام كلش مهم. يعني اليوم الواقع السياسي العراقي بيد أوراق ضغط يمثلون داعش الإرهابي من القتلة والمجرمين. وهذا اللي أريد أقوله وأريد أوصل له، بعض السياسيين المتطرفين الذين يطمعون بمكاسب غير قانونية وغير شرعية يستثمرون كل الأوراق لغرض إثارة الفوضى بالشارع العراقي والضغط على الحكومة العراقية لتحقيق بعض المكتسبات. أما كتنظيم داعش الإرهابي كتنظيم، بفضل الدماء التي سقطت وروت أرض العراق، بفضل سواعد وهمم الأجهزة الأمنية، بفضل القيادات العسكرية المحترفة والتي قامت بأدوار بطولية كبيرة جدا من أجل المحافظة على الأمن وسلامة العراقيين، بفضل أبناء وزارة الداخلية العراقية، بفضل وكالة الاستخبارات، وهذه الوكالة يفترض أن يعني الحقيقة نحتاج أن نجعل هنالك تمثال لكل منتسب بهذه الوكالة، الوكالة المضحية، الوكالة التي قدمت من التضحيات من أجل العراق الكثير الكثير، وهي تسمى الغائب الحاضر، يعني إنجازاتها غير معلن عنها لكنها قامت بأدوار استثنائية كبيرة جدا، والله بدون مجاملة أقول هذا الكلام. لهم منا كل التقدير والاحترام. الأمريكان يروجون لفكرة وجود داعش وإعادة داعش من جديد، هل من الممكن أن نرى نشاطات لبعض المجرمين اللي حضرتك ذكرتهم في شهر رمضان المبارك؟ شوفي داعش الإرهابي بالعراق لن ينهض، مات وانتهى سريريا وانتهى واندفن، لكنه من خلف داعش بالعراق، من أسس لداعش بالعراق، من دعم داعش بالعراق هي الإدارة الأمريكية، وهذا باللسان الأمريكان. والآن الأمريكان يعني دائما يراهنون على ما موجود بالحدود السورية في مخيم الهول وفي مخيم آخر يعني في الباغوز وفي الحسكة. في الباغوز هنالك معتقل تحت قوات تحت إشراف قوات قسد السورية، والأمريكان يصرحون على أنه المتواجد بهذا المخيم هم بحدود 15,000 من عناصر داعش الإرهابي. وبالمناسبة مخيم وليس معتقل، وهذا الجزئية ضروري جدا أن أقول بها، هم يصرحون على أنه هو معتقل لكن حقيقة هو مخيم يراد له أن يبقى تحت السيطرة الآن لحين أن يعطى الضوء الأخضر من قبل الجانب الأمريكي ليقومون بأدوار يوجهون بها من قبل الأمريكان. وهو مخيم الهول الذي يحتوي على أكثر من 64,000 بين شاب وأمرأة وصبي في هذا المخيم، والآن هو أيضا بإشراف قوات قسد السورية وبدعم مباشر من قبل الجانب الأمريكي، وهنا معلومة أشير لها، هذا المخيم وجهت عليه كثير من
الجهات الاستخباراتية والمخابراتية كي يهيئ هذا المخيم لأن يكون قاطني من أشرس ما موجود من داعش الإرهابي. هيئوا له كل الوسائل من ناحية الضغط النفسي، من ناحية الجوع، من ناحية الإهانة، من ناحية الجهل، من ناحية قلة التعليم، إضافة إلى زجة ب 9500 بما يسمى الأميرات الداعشيات. يعني هذا قنبلة موقوتة سيادة. أنا تحدثت عنه وقلت في أكثر من مرة ودائما أصرح أقول أكاديمية لتدريس الفكر الداعشي. مخيم الهول أكاديمية لتدريس الفكر الداعشي، وعناصرهم عبارة عن قنابل موقوتة ممكن أن تتفجر في أي مكان يزجون به، ولا يمكن إصلاحهم لأن من شب على شيء شاب عليه. لذلك أقول مخيم الهول مخيم خطر جدا، وأنطيك فكرة عن قاطنين هذا المخيم وأعدادهم بحدود 24,000 من عناصر والعوائل السورية، وأكثر من 33,000 تقريبا أو أكثر من العوائل العراقية، وتجاوز 10,000 أو بهذا الحدود أو أكثر من الأجانب، ونتحدث عن الفرنسيين والبريطانيين والإسبان الأوروبيين بصورة عامة يعني، والشرق آسيوي من الجنسيات الأجنبية. لذلك يعني هؤلاء النسوة التي سمين بالأميرات الداعشيات، وهن الآن يدرسن الفكر الداعشي في هذا المخيم. وأعطيك فد نبضة بسيطة، يعني من فترة كان هنالك بعض المقاطع الفيديو أطفال يلعبون كرة القدم بجملة مقتول. تخيل الكره وين وصل عند دور الأطفال. الحكومة وين دور الجهات الرقابية الأمن الوطني؟ ما حضرتك قاعد مو داخل الأراضي العراقية خطيرة جدا تؤثر على الأمن العراقي. لا لا، الأجهزة الأمنية منتبهة والأمن الوطني منتبه وجهاز المخابرات يقوم بإعطاء تقارير مستمرة عن هذا المخيم، وهنالك عمل استخباراتي دؤوب لدراسة أبعاد هذا المخيم وما هي تأثيراته. لكن هذا المخيم مو بالأرض العراقية، والعراقيين مكبلين من أي إجراءات بخصوص هذا المخيم، مخيم الحسكة أو مخيم الباغوز. يعني احنا الآن نستشعر بخطر من قبل الأمريكان أن يفتحوا منافذ ويقومون بنقل هؤلاء، سواء كان عن طريق الجو بالطيران السبتي أو عن طريق المنفذ الحدودي. نعم. منفذ جريشان ضمن الحدود العراقية الكويتية المسموح للإدارة الأمريكية أن تستخدمه حيثما تشاء، ومحظور على الأجهزة الأمنية مراقبته. راح أرجع على نفس النقطة اللي سألت بها حضرتك، الجنود ممكن يسحرون أو يفطرون في أوقات معينة، ممكن المجرمين اللي حضرتك ذكرتهم يستغلون هذه الأوقات للقيام بعمليات إرهابية مباغتة؟ أولا الجيش العراقي، هنا أتحدث عن النقاط والمرابطات، وأتحدث أيضا عن أبناء قوات الحدود البطلة، هؤلاء المضحيين الذين الآن يعني متواجدين في مناطق نائية على الشريط الحدودي، يعني آخر نقطة بحدود العراق. نعم. وهذا كثير من الأخوان الإعلاميين يتناسوهم بعض الأحيان، لكن أوجه لهم التحية في هذا الشهر الكريم. يعني أقول إن هؤلاء الأبطال المضحون الذين يدافعون عن أرض العراق وعن حدود العراق، والبعض مع شديد الأسف يستخسر بهم بعض المخصصات اللي يستحقوها. لذلك أقول إن هؤلاء الأبطال أعتقد يعني قادتهم وضباطهم حسبوا لكل شيء حساب. نعم. وبالحسابات العسكرية لا شيء يعني مسموح للصدف، ماكو شيء اسمه صدفة، لابد أن تدرس كل خطوط. فلذلك أقول موضوع السحور وموضوع الفطور موضوع ممكن أن يكون ثغرة، لكن حتما هنالك بعض المعالجات. نعم. لكي تبقى المثابات والمرابطات والنقاط اللي متواجدة في أماكن نائية وبعيدة منتبهة، وتفوت الفرصة على من يحاول العبث بأمنهم. يعني هذا طبعا بالمناسبة ستفرع مو فقط بأيام الفطور والسحور، حتى بالتقلبات الجوية. يعني حينما يكون هنالك عواصف ترابية. صحيح. وإحنا مقبلين على شهر صيف راح تجينا عواصف ترابية، وأيضا فيما يكون هنالك أمطار وأمطار رعدية وغيوم، والليالي التي يغيب بها القمر، الليالي الظلام الحالك، هذا أيضا ممكن أن تستغل من قبل التنظيمات الإرهابية بحركات أرضية لولبية، قد يتمكنون من الوصول إلى المرابطة دون أن يستشعرون إن كان هنالك عدم وعي أو عدم انتباه، وبالتالي ممكن أن يؤثرون على حياة المقاتل. أعتقد يعني الأبطال الضباط المتواجدين الآن أصبحوا منتبهين لهكذا حالات، ولذلك وضعت حلول لكل جزئية من هذه الأجزاء من خلال تجربة طبعا صارت عندهم خبرة كبيرة للتعامل معه. يقال أن الحاجة هي أم الاختراع، فلذلك الأيام الصعبة والحالات التي تعرضوا لها في أيام صعبة هي نتيجة هكذا ظروف. طيب.
على أثرها وضعت حلول لهكذا ظروف. أريد أسألك عن إجراءات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، شلون تقيمها في الشهر الفضيل؟ يعني إذا تحدثنا عن موضوع المديرية العامة للجريمة الاقتصادية ومراقبتها، وأيضا إذا تحدثنا عن أرزاق المقاتل وتقنينها، وإذا تحدثنا عن وزارة التجارة وعمل وزارة التجارة في توفير وتخزين المواد الغذائية للمواطن، وهذا طبعا يعني موضوع عام، يعني الدول دائما تجعل هنالك خزين استراتيجي لمدة عام. نعم. تحسب للظروف الصعبة، لأن ممكن أن تكون هنالك تقلبات بالأوضاع العالمية، ممكن أن يتعرض العالم إلى هجمة معينة أو حرب عالمية لا سامح الله، وممكن أن تكون هنالك. فدائما الخزين الاستراتيجي أي بلد لا يقل عن عام. ولذلك هنالك دور مشترك بين وزارة الداخلية وبين وزارة التجارة وبين الحكومة العراقية على موضوع الأمن الغذائي وتأمين الأمن الغذائي، مفردات الأمن الغذائي ما يخص وزارة التجارة، وتأمين المستودعات الخاصة، وكذلك تقنين الصرفيات بخصوص أبناء القوات المسلحة العراقية. فأعتقد يعني هذه مسؤولية أيضا دائرة معنية في وزارة الداخلية، وهي تسمى الجريمة الاقتصادية، وهي المسؤولة عن مراقبة الأسواق ومراقبة التجار ومراقبة التلاعب بالأسعار وارتفاع وانخفاض الأسعار واستغلال بعض الأيام في السنة، أيام رمضان مثلا. نشوف هذه الحالة، بعض التجار يحتكرون بعض المواد الغذائية. لا مو هيك الموضوع، صفر. وبعدين يطرحوها بالأسواق. أبدا مو هيك الموضوع، لأن احنا اللي يعمل بالتجارة يعرف هذا الموضوع. القدرة الشرائية عند المواطن الآن يعني من فضل الله البعض وليس الكل طبعا، هنالك ارتفاع، ونلاحظ هذا الارتفاع من خلال المتوضعين بالأسواق. طيب. لذلك نقول في أيام معينة من السنة نلاحظ أن هنالك إقبال شديد على الأسواق، والتاجر يحسب حساب العرض والطلب، يعني حينما يكون هنالك طلب كبير لبضاعة معينة حتما سيكون هنالك ارتفاع جزئي، ولحد الآن ماكو ارتفاعات قاسية، ارتفاعات نسبية بسيطة جدا يعني جيدة. مقبولة يعني ضمن العرض والطلب. لذلك نقول أن هنالك سيطرة من قبل الأمن الاقتصادي، وهنالك انضباط أيضا عند التجار، يعني الآن التجار يستشعرون بحاجة المواطن ويحترمون هذا الشهر الفضيل. صحوة إنسانية من قبل التجار، لو أكو ضوابط وإجراءات من قبل وزارة الداخلية تمنعهم يتلعبون بهذه الأسعار. يعني الحقيقة الاثنين ما، يعني هنالك أخلاق عالية لبعض التجار يحترمون المواطن وأمن المواطن ويحترمون حاجة المواطن، وبالمناسبة أنا أعرف بعض من التجار يقومون بدعم عوائل متعففة بمبالغ مالية مرعبة وكبيرة جدا عن طريق بضاعة وعن طريق مبالغ مالية وعن طريق مساعدات، وهذه وما يعلن عن نفسه، وأنا أعرفهم شخصيا ما يعلن نهائيا عن نفسه ولا يريد أحد يعرف اسمه. وأيضا هنالك دور كبير جدا للجريمة الاقتصادية التي تحاسب بعض ضعفاء النفوس في هكذا مجال. عموما يعني هي المسؤولية تضامنية بين الأجهزة الأمنية وبين التاجر، ولكن أقول أنه للأمانة هذه السنة أحس أنه سنة خير وبركة وبداية لأيام إن شاء الله أيام كريمة جدا. نعم. ربما يعني سننسى كثيرا من الويلات التي مرينا بها. الإجراءات الأمنية تشوفها جيدة بمنع تهريب المواد الغذائية خارج العراق؟ أنا بالطريق كنت أتحدث مع الأخ العزيز، اتصل بي عقيد حيدر مدير إعلام قوات الحدود. نعم. وكنا نتداول بهكذا تفاصيل على أدوار كبيرة جدا تقوم بها قيادة قوات الحدود، وتحدث لي قال أنه يعني الآن الظروف الحدود الصعبة عندنا هي الحدود العراقية السورية لأسباب، يعني أولا الآن سوريا تمر بأزمة كبيرة جدا. طيب. وكذلك هنالك متسربين من قبل داعش إرهابي ربما خارج السيطرة من قبل الأجهزة الأمنية السورية، ويحاولون التوغل والدخول إلى أرض العراق. لذلك نقول الآن قيادة قوات الحدود البطلة تؤدي دور كبير جدا في ضبط الحدود العراقية، لكن أيضا قوات قسد السورية، وأنا أكد على هذا الموضوع وليس قسد أعتذر، البيكيكي حزب العمال الكردستاني، وهؤلاء هم أصلا بنيت منظمتهم على أساس المتاجرة بين الأراضي العراقية والأراضي التركية والأراضي العراقية والأراضي السورية والعكس، والأراضي العراقية والأراضي الإيرانية، وهذا معروف يعني. طيب. وهم ضليعين بالتنقل بالمناطق الجبلية، يعني منذ أن تأسس حزب العمال الكردستاني بال73 وهو طبعا من ذات ميول يسارية شيوعية، هم كانوا ضليعين بالمتاجرة وتهريب الأفراد والأشخاص والمعدات والأجهزة وكذلك المواد الغذائية والمشتقات النفطية. طيب. في المناطق الجبلية بين حدود الدول الأربعة.
فأعتقد يعني هنالك الآن أيضا دور للبيكيك بتهريب مواد غذائية وكذلك مشتقات نفطية سواء كان الأراضي العراقية الأراضي السورية أو من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي التركية، وربما يعني استلقاء يعني دخول بعض المواد المحظورة ومنها يعني المخدرات والحشيش أيضا تدخل الأراضي العراقية من دول معينة، بالمقابل يعني هم يهربون بضاعة ويدخلون بضاعة على الأرض العراقية محظورة قد تؤثر بالأمن والسلم المجتمعي العراقي، لكن هو عموما يعني حالة غير صحية. وأعتقد يعني على الحكومة العراقية غلق هذا الملف الذي يسبب مشاكل كبيرة للعراق، سواء كان يعطي ذريعة لتركيا بالتجاوز على حدود العراق أو هم أصلا عناصر غير مرغوب بهم. يعني إحنا ما مصلحتنا بأناس ومنظمة ومجرمة دوليا تعبث بأمن حدودنا وتقوم بالتهريب مواد محظورة سواء كان من الأراضي العراقية إلى خارج ومن خارج العراق إلى داخل العراق. في مقبل الأيام يراد نفصل هذا الملف. سيادة العميد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني نورتنا وحياك الله، رمضان مبارك إن شاء الله عليك. شكرا جزيلا، الله يحفظكم إن شاء الله. إذا الآن نفتح ملفنا الثاني بفقرة التغريدات للإطلاع على أبرز ما جاء في منصة إكس. الآن نذهب وإياكم لاستطلاع آراء الوسط الفني والشعبي بالأعمال الرمضانية على الشاشات العراقية. هذا العام في رمضان 2024 حراك درامي فني على مستوى عالي جدا، نتمنى انه يستمر على مدار السنوات القادمه، ونتمنى انه عجله الدراما تكون مستمره ايضا في شهر رمضان وفي خارج شهر رمضان. يعني يفترض انه يكون على مدار السنه هناك انتاج درامي، هناك اعمال فنيه تعرض على القنوات. من حيث التنوع انا شايف انه اكو تنوع. الاعمال العراقيه هسه دا تتابع ليش ذا العام المضى والقبله وهاي السنه، لان اكو قصص اجتماعيه وهذا كان ما يرغب المشاهد العراقي. ليش نساء العراقيات هن اكثر مشاهده؟ لان احنا الرجال لو قهوه لو لعبه لو اخبار هن اللي يتابعن الاعمال الخليجيه. خليجيه ايش بيها؟ الطلاق، الورث، المخدرات. في الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم البرامج خاصة المسلسلات أو البرامج الهادفة مطلوبة، يعني مثلا برامج تهدف إلى رقي المجتمع، إلى مكافحة المخدرات، إلى توجيه أنه الصلح والمحبة بدل الطلاق، التفاهم والتحاور، الابتعاد عن المبتذل. احنا نشوف بعض المسلسلات والبرامج وخاصه بعد الفطور مباشره بها اشياء مبتذله، بها ملابس ما محتشمه ما تلوق بالشهر الكريم ولا تلوق بالعائله، بها اغاني ورقصات. الفن رساله والتلفزيون رساله موجهه لعموم الناس، لابد ان تكون البرامج بشكل علمي وصحيح تخدم المجتمع وقضيه المجتمع. لدينا مشاكل لا تعد ولا تحصى، نعالجها بالطريقة الصحيحة والسليمة لإيجاد الحلول المشتركة. محور ملفنا الثاني حول الأعمال الرمضانية والرقابة على الشاشة العراقية.
رح نتحدث به مع المتحدث الرسمي باسم هيئة الإعلام والاتصالات الأستاذ حيدر نجم. حياك الله ورمضان مبارك. أهلا ومرحبا بكم، رمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. في كل عام تسجلون خروقات على الأعمال الرمضانية، هالعام شنو تقييمكم للأعمال الرمضانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. كما تعلمون أن دور هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها الجهة القطاعية الوحيدة المنظمة لقطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو دور رقابي لمتابعة أداء المؤسسات الإعلامية وما يعرض من خلالها من مواد إعلامية بما فيها المواد الدرامية والبرامج وغيرها من تفاصيل تعرض على الشاشات. ما يلاحظ في كل ظرف استثنائي، في كل مناسبة، في كل شهر رمضان على سبيل المثال، تتكرس كل الأضواء باتجاه المؤسسات الإعلامية وما يعرض من خلالها من أجل ملاحظة ما سيعرض وتلافي المشاكل. كما تعلمون بفعل التجارب خلال السنوات السابقة، الهيئة يعني كونت تفاصيل عديدة بما يخص التعامل مع المؤسسات الإعلامية وتنظيم شؤونها. هذه السنة استبقت الهيئة الأحداث ورتبت العديد من النقاط بما يخص هذا الملف لتجاوز هذه المسائل الخاصة بوجود بعض المشاكل في المواد الإعلامية المعروضة في المؤسسات الإعلامية. اللي شخصتوها يعني هل هي مشاكل عنف للمشاهدين؟ هل هي لقطات خارجة أو تخدش الحياة العام؟ شنو ملاحظاتكم وتشخيصكم بالضبط؟ يعني في السنوات السابقة أتصور يعني بات الموضوع واضحا أمام الجميع بأن هناك مواد إعلامية جرى تشخيص مشاكل فيها وتم رصد خروقات فيها بما في ذلك على سبيل المثال برامج المسابقات أو برامج المقالب، بما في ذلك المواد الدرامية أو المسلسلات وغيرها. هذه التفاصيل كلها بالمحصلة تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي المعتمدة لدى هيئة الإعلام والاتصالات، وهي لائحة معتمدة أولاً لدى الهيئة ومنصوص عليها في قانونها رقم 65 ومنصوص عليها أيضاً في عقد الترخيص الممنوح للمؤسسات الإعلامية. طيب. هذه اللائحة تنص على العديد من المواد المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد، منها ما يتعلق بضرورة مراعاة الحياء العام والآداب العامة، مشاهد العنف تجاوزها. هذه الرقابة ما شفناها بدلالة العام، يمكن أول العام ويمكن حتى هذا العام نشوف برامج من المواطنين في استطلاع للرأي. نعم بالتأكيد، هذا الموضوع أيضا مشخص لدى الهيئة وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات باتجاهها وجرى إيقاف العديد من البرامج في هذا الخصوص، وهناك فرق رصد مستمرة لدى الهيئة على مدار الساعة ترصد المواد الإعلامية. يعني أكثر من برنامج جرى إيقافه في السنوات السابقة، وكما تلاحظون نحن الآن مع بداية الموسم الرمضاني والأعمال الدرامية بعض المتابعين والمواطنين يستشرفون الأحداث ويتوقعون بأن تكون هناك ربما أشياء تخالف آداب المجتمع. على العكس من هذا، نتوقع بأنه يكون هذا الموسم موسم ملتزم، أغلب المؤسسات الإعلامية على إدراك واسع بحجم المشاكل السابقة التي تعرضت لها بسبب مخالفتها للائحة قواعد البث الإعلامي، وهناك تنسيق عالي، هناك لقاءات مستمرة مع المؤسسات الإعلامية. المؤسسات الإعلامية وصلت إلى مرحلة أنها تتداول مع الهيئة بخصوص بعض التفاصيل الخاصة ببرامجها. لكن أكو بعض القنوات تدس السم بالعسل، دائما تطلع لك المرأة الجنوبية، الرجل الجنوبي، متخلف، ما يفتهم، بعض الأسماء وبعض المصطلحات. هذه المشكلة بالتحديد أصور حثت الموسم السابق، موسم رمضان السابق، والهيئة لم تتهاون أبدا بهذا الخصوص واتخذت إجراء بخصوص المؤسسة الإعلامية وجرى إيقاف المادة بذاك الوقت. الآن الهيئة عملت على محورين، المحور الأول يتعلق بالتنسيق مع نقابة الفنانين العراقيين باعتبارها الجهة المسؤولة عن فحص السيناريوهات والنصوص الدرامية أولا، والمحور الآخر هو محور الرصد والمتابعة. كما تعلمون لأنه مسألة الرقابة هي رقابة بعدية وليست رقابة قبلية. طيب. هذا الموضوع غاية في الأهمية، فرق الهيئة وكوادرها الإعلامية المختصة على مدار الساعة تعمل في رصد المواد الإعلامية أولا بأول، وكل ما يتعلق بهذا التفصيل هو في دائرة الرصد.
هذا فيما يتعلق بشاشات التلفزيون والأعمال الرمضانية. خلينا نيجي للمصيبة الأكبر، السوشيال ميديا وما يجري في السوشيال ميديا من كلام غير لائق، من تصرفات غير لائقة. وين دور هيئة الإعلام والاتصالات؟ دور الهيئة عالي وواسع بهذا الخصوص. أولاً الهيئة عملت على إيجاد لوائح مختصة بهذا الخصوص لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات من جانب، من جانب آخر الهيئة على تواصل مستمر أيضاً مع الشركات العالمية الخاصة بالسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، شركة ميتا، شركة جوجل، باقي الشركات، وأي خرط أي شكوى تصل للهيئة بهذا الخصوص الهيئة تعالجها بشكل عاجل بالتنسيق مع هذه الشركات. دعك من الشكوى، هي ضوابط الهيئة اليوم لما يصدر لي فكرة وعذرا للكلمة راقصة، أوكي، يلتقي وياها مقدم وتشرح أعمالها وتصدر على أنه نموذج مفيد للمجتمع العراقي، هنا مو المفروض دور هيئة الإعلام والاتصالات تضع حد لهذا؟ نقطة غاية في الأهمية يجب أن ندركها، بأنه التعامل مع هكذا شخصيات يجب أن لا يتم على سبيل المثال بأننا نتعامل مع أشخاص، لأنهم يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين. بالمحصلة هذا يفرض علينا أن نتعامل معهم كمؤسسات، لأنهم يعني يؤثرون في شرائح واسعة بالمجتمع. بالمحصلة يكونون خاضعين للائحة قواعد البث الإعلامي التي تتعلق ببث كل المواد الإعلامية في كل المنافذ الإعلامية في البلاد. بالتالي الهيئة لديها خطوات عديدة بهذا الخصوص، منها ما يتعلق بالتنسيق مع مؤسسات حكومية أخرى، منها ما يتعلق بإجراءات مباشرة من قبل الهيئة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى أيضا. طيب أنا يعني مدى أفهم جوابك أستاذ حيدر، الهيئة ليش ما توقف هذول الناس المسيئين للعادات ولثقافة مجتمعنا؟ إيش منتظرين؟ يعني مثل ما تعرفون أنه مسألة مواقع التواصل الاجتماعي حساسة بنفس الوقت التي هي تكون مسيئة إذا ما تم استخدامها بشكل يعني سيء. ما نعاني منه في بعض الأحيان هو عدم التجاوب من شركات السوشيال ميديا، شركات التواصل الاجتماعي، تأخير ربما في بعض الأحيان، ولكن في بعض الأحيان الأخرى نجدهم متعاونين. هذه مسألة غاية الأهمية. بس هذه جرائم تخضع للقانون العراقي ويجب المحاسبة عليها لإخلال الذوق العام. بالمقابل هناك دور يعني شريك مع وزارة الاتصالات العراقية باعتبارها المسؤولة عن الانترنت في العراق واستيراد الحزم وتوزيعها. التنسيق هنا يجب أن نقول هو تنسيق عالي على المستوى باتجاه كل هذه المحاور. مشروع بوابات النفاذ الذي جرى إطلاقه قبل مدة وهو مشروع غاية في الأهمية، يجري من خلال التحكم في سعات الانترنت وفرض رقابة عليها وما يتم طرحه في المواقع أيضا. بهذا الخصوص الهيئة لديها لوائح، كما تعلمون بأن حينما نتواصل مع الشركات العالمية تقول بأنه أنتم في العراق لا يوجد لديكم لوائح تنظم مسألة الإعلام في المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. فالخطوة الأهم هنا هو إيجاد لائحة ناظمة للطرح الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي. وعلاوة على هذا يجب أن لا ننتظر، الهيئة لم تتردد في كما قلت قبل قليل في أن تنسق وتصدر حتى أوامر قضائية. شنو العقوبات اللي أصدرتها بحق المسيئين؟ العديد من الأوامر القضائية التي صدرت قبل مدة، تنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص المحتوى. هل هي كافية؟ والعديد مثل ما تعرفون اليوم تلاحظون أن عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي عدد في تزايد، بالساعات والدقائق العدد يزداد. مسألة مراقبة المحتوى مسألة يعني كبيرة وواسعة وتحتاج إلى جهد كبير. الهيئة بهذا الخصوص تؤسس لمسألة رصد المحتوى أولاً ومنع المسيئين ثانياً، وثالثاً الأهم من هذا هو إيجاد لوائح ناظمة كما قلت لي مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي. إيجاد لوائح ناظمة، يعني هسه اليوم إحنا ما عندنا لوائح ناظمة؟ يعني هسه الرصد ترى مرصودة ومعروفة من هي الشخصيات اللي جاي سيء للعادات والتقاليد وللدين الإسلامي الحنيف، خاصة في هذا الشهر الفضيل. فإحنا ما نحتاج مراقبة كبيرة من هيئة الإعلام، لأن هم الناس معروفين ويتفاخرون فيما يسوون. الأدهم من هذا أيضا حضرتك، وين العقوبات؟ يعني إيش منتظري؟ لا، العقوبات موجودة. ما الذي تنتظره الهيئة إذا ما تلاحظ أن المواطن العادي مثل ما قلتم هو يرصد هناك مخالفات وإساءة عفوا للمفردة والعديد من التفاصيل التي يجري تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ على العكس من هذا، الهيئة لديها إجراءات
وتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية. وهذا الموضوع يعني بمحاذاة ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي وخطورته، موضوع يعني قد يكون يعني بدايات التأسيس والمحاسبة والردع. نتذكر في الأيام السابقة حينما أطلقت حملة مكافحة المحتوى الهابط وما لاحظنا من دعم كبير، كان الهيئة دور فيه باعتبار أنها كانت تنسق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية وجهة قوة. وبعدها أستاذ حيدر، نعم، يعني المحتوى الهابط بعد هذه الحملة رجع وكأنما أشد ضراوة وأشد شراسة. يعني مثل ما تعرفون مسألة المتابعة مستمرة، ومسألة المحاسبة مستمرة، ومسألة إيجاد لوائح ناظمة ويعني منظمة للمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا موجودة. كل هذه الجهود تقوم بها الهيئة وتتابع تنفيذها أولا بأول، نعم، من أجل إيجاد محتوى يعني ملتزم في مواقع التواصل يعني الاجتماعي. أجلك الله أستاذ حيدر، كان سابقا اللي يريد يروح لمكان فاسد يروح برجله، المشكلة هسه المحتوى الفاسد ده يجي عندي وأنا قاعدة بالبيت، يعني شنو اللي يجبرني مثلا أو يخليني عائلتي أو أولادي أو أطفالي أو أخواني يتفرجون هذا المحتوى وتقدم بعض الشخصيات على أنه فد والله نموذج بخير مثل ما نقول. زين أنا ليش المفروض أقبل هيك؟ أنا المفروض أكو جهات مفلترة تخلي لي وضع حد خاص يحميني ويحمل أفكاري ويحمل هذا المحتوى الديني من الثقافة من العادات من التقاليد، على أي أساس يجيني ويصدر على كونه فد إنجاز كبير؟ الأدهى من هذا العديد من التفاصيل، ليست هذه التفصيلة ويقف الأمر، العديد من المواضيع مرصودة لدى الهيئة ويجري التواصل والتنسيق مع العديد من الجهات، منها وزارة الاتصالات، منها جهات أمنية من أجل إيقاف بث ونشر هذه الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي. كما تعلمون كل الجهود كما قلت قبل قليل بهذا الاتجاه هي جهود يعني كبيرة ويجب أن تتابع، والهيئة لم تتوانى ولن تتوانى باتجاه هذه التفاصيل ومنعها. موضوع كبير كما قلت لكم قبل قليل، والتنسيق باتجاهه مستمر، ومسألة منعه مسألة غاية في الأهمية باعتبار أنها تؤثر على القيم المجتمعية كما نعلم وتعلمون، تؤثر على عادات وقيم المجتمع العراقي وعلى حتى الأسر العراقية. ولكن المشكلة الآن لو كتبت بالسوشيال ميديا كلمة غزة، خاصة أتحدث عن الفيسبوك، تحضر صفحتك أو بعض الشخصيات، لكن عندما تصدر الكلمات البذيئة أو الشخصيات الغير مرغوب بها، يصدر العنف، يصدر الانحلال الأخلاقي، كلش طبيعي. يعني هذا موضوع متعلق بسياسات يعني مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية. كما تعلمون هذا موضوع يعني لا يعاني منه العراق فحسب، حتى الدول العربية تعاني منه. ناقشت الهيئة هذا الموضوع مؤخرا خلال اجتماعات دولية عديدة في واشنطن وغيرها من الدول. نعم. كان السيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة حاضرا في هذه الاجتماعات وطرح هذه الآراء بقوة من أجل إيجاد حلول منطقية وواقعية تخدم العراق وحتى البلدان العربية، علاوة على مواضيع أخرى عديدة تخص الطيف الترددي وتنظيم الترددات وغيرها من التفاصيل الفنية والاتصالاتية. بهذا الخصوص الهيئة تسعى جاهدة لكسب أشياء وتفاصيل ومكاسب تخص العراق وشخصياته ومجتمعه وأسره والحفاظ على قيمهم بشكل أو بآخر. أكو نية لهيئة الإعلام والاتصالات بغلق تطبيق التيك توك؟ يعني الموضوع لا يتعلق بالهيئة فحسب، الموضوع يتعلق بوزارة الاتصالات، الموضوع يتعلق بجهات عديدة أخرى، والموضوع قد لا يقف العديدة الأخرى. يعني جهات أمنية، هيئة الإعلام، وزارة الاتصالات، ومنو بعد الجهات؟ ممكن جهات أمنية، ممكن وزارة الثقافة، ممكن تنسيق مشترك حتى يتعلق بالحكومة بشكل عام. المسألة الأهم من هذا هو يجب أن ندرس قضية المعايير المطروحة من قبل المنصات ومدى ملائمتها لما يطرح من المجتمع بداخل هذه المنصات. أستاذ حيدر، ماكو المسألة معايير. المسألة تتعلق ببعض المنصات تمنع على سبيل المثال الكلمات البذيئة، والمنصات أخرى لا تمنع. بعض المنصات تمنع الصور عفوا الفاضحة، وبعض المنصات تسمح بها.
هذه التفاصيل يعني لا تتعلق بالهيئة فحسب، تتعلق بمواقع تواصل اجتماعي عالمية، ويعاني منها أيضا بلدان كثيرة. أنا بدي أسأل حضرتك بصراحة، اليوم إحنا عندنا معايير على مواقع التواصل الاجتماعي؟ احنا كعراق لو هي كمؤسسات، احنا كعراق اليوم، احنا كعراق لا الموضوع ما يتعلق، الموضوع ما يتعلق، عندنا معايير، الموضوع لا يتعلق بالعراق فقط ابدا، الموضوع يتعلق ب، على سبيل المثال خلينا نبسطها اكثر، على سبيل المثال شركه انستغرام، شركه انستغرام قبل مده كانت تمنع الصور الفاضحه، رفعت هذا القيد قبل مده ليست بالبعيده. هذا موضوع يتعلق بالشركات، يؤثر طبعا، يؤثر على مجتمعنا ويؤثر حتى على المجتمعات العربية. طيب، يعاني من العراق وتعاني من البلدان الأخرى. حتى أفهم، إحنا اليوم عندنا قانون يجرم إذا ما واحد نشر صورة فاضحة أو كلام بذيء في مواقع التواصل طبعا الاجتماعي. خو بالتأكيد الموضوع أولا يعني يتعارض مع كل القيم وكل العادات ويضرب الأشياء في الصميم. يعني هذا الإنسان اللي ينشر هيك محتوى شنو عقوبته قانونية؟ يعني الأشياء تتعلق أكيد بالجهات الأمنية باعتبار الموضوع يخرج من صلاحية الهيئة باعتبار أنه مثل المجتمع بشكل عام. يعني هل أنتم تنصدوها وتقدموها لوزارة الداخلية ويجب التعامل معها؟ حتى مجلس القضاء الأعلى متعاون بهذا الخصوص، ويعني يفتح الأبواب باتجاه منع كل التفاصيل والمؤثرات التي تؤثر على المجتمع العراقي وعاداته وتقاليده وقيمه. هل تحتاج هيئة الإعلام والاتصالات إلى تكثيف الجهود؟ لأنه اليوم الانترنت والمحتويات فاضحة غير أخلاقية، تحرض على العنف، تحرض على الرذيلة. يعني هل ناويين تكثفون يعني جهودكم للحد من هذه الظواهر؟ جهود مكثفة، يعني بشكل أو بآخر الجهود مكثفة وموجودة ومستمرة على مدار الساعة. فرق رصد الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، رصد المؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها وصنوفها مستمرة. الأهم من هذا ما تعمل عليه الهيئة هو التنسيق والتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي تبذل جهودا أيضا وتتعاون أيضا مع الهيئة باتجاه هذا الأمر، وتوفير أجواء يعني غير مخالفة للوائح العراقية المنصوص عليها لدى هيئة الإعلام والاتصالات، واحترام قيم المجتمع العراقي وعاداته والآداب العامة. شكرا جزيلا لكل جهودكم. المتحدث الرسمي باسم هيئة الإعلام والاتصالات الأستاذ حيدر نجم، حياك الله ورمضان مبارك وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الشيخ حمام حمودي يؤكد بأن العشائر العراقية الأصيلة هي مصدر قوة ووحدة المجتمع وحفظ هويته. المحكمة الاتحادية العليا تدعو للإسراع بتحقيق عمليات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان. مجلس الخدمة يؤكد إطلاق 31 ألف درجة وظيفية منتصف الشهر الجاري. اللواء يحيى رسول يعلن وصول قافلة الدعم لأهالي غزة وتسليم مواتها للجانب الأردني. أخيراً وزارة الداخلية تعلن تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة بدءا من الجمعة المقبلة. حصادنا انتهى، شكرا لكرم المتابعة وتصبحون على خير.